باقي مشاهدين قناة الكرمة في كل مكان في العالم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سكيب الروح في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على الروح القدس كمان اتكلمنا مين هو الروح القدس وشخص الروح القدس اتكلمنا كمان على رموز الروح القدس وأسماء الروح القدس كمان اتكلمنا على عمل الروح القدس في أنبياء العهد القديم ورجال العهد القديم كمان كنا بنتساءل وجاوبنا المرة اللي فاتت على عمل الروح القدس في الأشخاص الغير مؤمنين اللي مش بيعرفوا الرب وبنستكمل حديثنا مع جناب الأسيس أهلا بيك حضر الأسيس أسيس يوسف بخيت أهلا بيك أهلا بيك أختي لدي الرب ربي باركك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان واسقي رب يدينا وقت طيب في كلام عن الروح وسكيب الروح امين متباركين خالص بوجودك معنا يا حضره الاسيس ربنا رب يبارك وانا متبارك كمان بوجود وسطكم ميرسي خالص يا حضره الاسيس من وقت الاخر بنسمع لفظ كده عن معموديه الروح القدس وللاسف هي مش واضحه قوي في اذهان الكثيرين مننا فلو يا ريت حضرتك تكلمنا اكتر عن موضوع معموديه الروح القدس امين نتكلم عن معموديه الروح القدس وعشان نتكلم عنه يبقى لازم نرجع لكلمه الرب ونقرا ونشوف ماذا يقول الكتاب المقدس في موضوع معمودية الروح القدس وفي معموديات مختلفة كمان تاني مش هنتكلم فيها لكن هنشير ليها بس خليني أقرأ معاكم من كلمة الرب في إنجيل لوقا صح 24 عدد 49 الرب قال لتلاميذه وكذا في إنجيل لوقا في ختام هذا الانجيل كتب لوقا على فم الرب يسوع وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. م. لؤة هو اللي كاتب انجيل لؤة وكتب بالروح القدس هذه الكلمات التي تكلم بها الرب يسوع لتلاميذه. سفر اعمال الرسل هو كاتبه لؤى وبيفتتح بنفس الافتتاحيه. م. يعني أربعة 24 بيختم الرب يسوع رحلته قبل ما يصعد للسماء ولوقا بيفتح سفره في سفر اعمال أوه. الرسل بنفس الحادثه صعود الرب يسوع للسماء وبيوصي تلاميذه بيقول ايه في اعمال الرسل اصح واحد عددي اربعه وخمسه وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب أوه. الذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير يبقى الرب يسوع لكل المجد أعطى وعد لتلاميذه إنهم يلبسوا قوة من الأعالي وسمى القوة من الأعالي سماها معمودية بالروح القدس. أوه. يعني فلوقا قال لهم تلبسون قوه منين؟ من الاعالي. من الأعلى. الأعلى. لكن في في اعمال قال لهم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. عشان كده حتى معموديه الروح القدس ليها حاجات نبويه موجوده هنتعرض ليها في كلمه الرب في العهد القديم وده تم في العهد الجديد. علشان نخوض في موضوع معمودية الروح القدس محتاجين نقرا شواهد كتابيه ذكرت فيها كلمة معمودية الروح القدس او مرتبطه بمعمودية الروح القدس. لو تقدر تقري لنا انجيل متى اول مره تيجي فيها كلمة معمودية الروح القدس في انجيل متى اصح ثلاثه وعدد 11. اقري لنا من فضلك الشاهد ده هو. اوكي. متى 3/11 مكتوب انا اعمدكم بماء للتوبه ولكن الذي ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاؤه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار خدي البالك هنا يوحنا المعمدان هو اللي بيتكلم تكلم عن معموديه الميه وبعدين بيقول هو سيعمدكم بالروح القدس ونار م. لو عزيزي المشاهد لو معاك كتابك المقدس وبتابع معانا اتمنى افتح كتابك المقدس وحط خط تحت كلمه سيعمدكم بالروح القدس ونار افتح كتابك المقدس على انجيل مرقس اصح واحد عدد ثمانية نفس كلام يوحنا المعمدان مرقس كتب للرومان متى كتب لليهود فمرقس بيقول انا اعمدكم بالماء يبقى حنقول انا اعمدكم بالماء م. واما هو كلمه اما هو يقصد بها الرب يسوع اما هو فسيعمدكم بالروح القدس اقرئ لنا كمان لوقا 3 عدد 16 اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بماء ولكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار لما نيجي الانجيل يوحنا صح واحد يوحنا المعمدان بيقول كلام رائع وغريب قوي بيقول ايه يوحنا بيقول كده وانا لم اكن اعرفه بيتكلم عن الرب يسوع المسيح لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذلك قال لي ذاك قال لي قال له ايه يوحنا المعمدان الذي ترى الروح نازلا عليه ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. يبقى يوحنا خد علامه من الله ان الشخص اللي انت هتعمده والروح القدس يجي عليه ويستقر عليه هو الشخص ده اللي هيعمد الناس بالروح القدس وده كان شخص المسيح. نلاقي الكلام ده يجي في اعمال الرسل اصح واحد عدد خمسه، ممكن لنا الشاهد ده كمان من فضلك؟ اه طبعا لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. يجي في أعمال الرسل أصح 11 عدد 16 مكتوب كده فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس. الرسول بولس كمان هو بيكتب رساله كورنثوس الاولى اصح 12 عدد 13 يقول لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد المسيح يهودا كنا ام يونانيين عبيدا ام احرار وجميعا سقينا روحا واحدا. لاحظ معايا ان احنا عندنا في الكتاب المقدس سبع شواهد كتابيه بيذكر فيها كلمه معموديه او معموديه الروح القدس في ست مقاطع منها مقارنه وتمايزا بين معموديه الميه وبين معموديه الروح القدس حابب اقول لكم واقول للساده المشاهدين ان في الكتاب المقدس في عندنا على الاقل ثلاث معموديات واضح أو أربع معموديات واضحة. المعمودية الأولية معمودية موسى. طب فين معمودية موسى؟ لما نرجع لكرونثوس الأولى بيتكلم عن شعب الله في العهد القديم لما اجتازوا بحر سوف يقول جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر. فدي بتعتبر معمودية المية. خدوا بالكم لأن العهد القديم بيربط مع العهد الجديد بحاجات رائعة. مم. لما خرجوا بناءً على فداء الأبكار في في لما خرجوا بناءً على فداء الأبكار بالخروف اللي ذبح من قبلهم خروف الفسح ورش علامة الدم بعدها خرجوا مم. ده بناءً على فداء دم المسيح. مم. أنا بعمل المسيح خرجت من العبودية للحرية. مم. لما خرجوا العدو طالع وراهم عشان يرجحهم. <applause> فرعمل ايه شق ليهم الرب البحر وعدوا في البحر فالبحر فصلهم لو هم حبوا يرجعوا مرة كان لمصر ما يعرفوش فللمعمودية دي معمودية المية دي فاصل فصلتهم عن العالم أنا لما بؤمن بالرب يسوع المسيح مخلص لحياتي وبعدين بعتمد معمودية المية أنا بنفصل عن العالم <applause> في المعمودية الثانية يكلمنا عنها يوحنا المعمدان اللي هي معمودية الماء للتوبة. ومعمودية يوحنا المعمدان تختلف عن معمودية المسيح للمية غير معمودية الروح القدس. ايه <applause> <applause> الاختلاف بقى؟ هقول لحضرتك الاختلاف، معمودية المية ليوحنا المعمدان هي معمودية التوبة، الناس تتوب وتروح تعترف ليوحنا المعمدان ويعمدها يوحنا المعمدان في المية ويروح يبقى مغفور الخطايا بناء على اعترافه ومعموديته بالمية. اما المعموديه التي اوصى بها الرب يسوع تلاميذه لما قال اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس تختلف عن معموديه يوحنا. ليه؟ معموديه يوحنا معموديه توبه ومغفره خطايا. لكن معموديه الميه اللي اوصى بها الرب يسوع المسيح تلاميذه معموديه موت ودفن وقيامه مع المسيح. نجيب الكلام ده ازاي من روميا 6 6 يقول مدفونين معه في المعموديه كما ان المسيح مات ودفن وقام احنا في المعموديه بنموت وندفن ونقوم مع المسيح في معموديه الميه ومعموديه الميه اللي باسم الاب والابن والروح القدس بيمارسها خدام الرب بعد كده نيجي للمعموديه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده معموديه مع الروح, الروح القدس لما نسال معموديه الروح القدس مين يا ترى اللي يقوم بمعموديه الروح القدس؟ اه ما ينفعش انسان على وجه الارض يعمد بالروح القدس. لا قسيس ولا نبي ولا كاهن ولا اي حد خالص. نهائي ليه؟ لان دي حاجه بتتم في عمل الروح القدس حاجه في الروح بيتم حاجه في عمل الثالوث <applause> عشان كده لما نقرأ يوحنا يقول أنا أعمد بماء للتوبة <applause> أنا أعرف أعمد الناس اللي يتوبوا معمودية الميه لكن معمودية الروح القدس يقول هو سيعمدكم بالروح القدس يوحنا <applause> طيب تكلم عن معمودية الروح القدس والنار اللي هو ما نادى وعلم الناس إن الذي يأتي بعدي هو يعمدكم بالروح القدس هل يا ترى يوحنا صا الرب يسوع المسيح صادق على مع كلام يوحنا المعمدان وانه كلامه صح ومظبوط نعم. نعم الدليل في اعمال الرسل اصح واحد قال يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس طب ايه دخل يوحنا المعمدان بانهم يتعمدوا بالروح القدس لان يوحنا المعمداني اللي اتكلم وتنبا ان المسيح ياتي وهو مم. اللي هيعمدهم بالروح القدس يوحنا قال هو سيعمدكم الرب يسوع ما قالش هو سيعمدكم قال لهم فستتعمدون بالروح القدس هو قال لهم انا ارسل لكم موعد ابي فاقيموا في اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي يبقى هنا لابد نحط مبدا اساسي معموديه الروح القدس ما ينفعش اي حد من البشر يقوم بيها الا شخص واحد هو شخص المسيح. رائع جدا يا حضر القسيس قد ايه ده مهم قوي ان احنا نفهم مفاهيم الكتاب المقدس عن معموديه وفين اتذكرت المعموديه. عزيزي المشاهد فاصل وهنرجع لكم تاني نستكمل حديثنا عن معموديه الروح القدس. خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.akarmatv.com أو رسلنا على P.O. 3610 سيل Beach, كاليفورنيا احبائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وهنستكمل حديثنا عن معمودية الروح القدس ومعانا ومع حضراتكم جناب الأسيس يوسف بخيت أهلا بحضرتك أهلا بك يا ليديا أهلا بالسادة المشاهدين الرب يبارككم وأرجو تكونوا بتستفادوا من الحديث والحوار عن معمودية الروح القدس واثقين رب يدينا ملء ومعمودية فياضة على حياتنا أمين أمين يا الأسيس في نص الحلقة الأولاني كنا بنتكلم على أين ذكر في كتاب المقدس كلمة معمودية الروح القدس ومعمودية الماء نعم وبنستكمل حديثنا دلوقتي مع حضرتك عن معنى كلمة معمودية ينفع نقرب منها ونقول ايه معناها؟ طبعا لازم نقرب ولازم نعرف كلمة معمودية يعني. لأن كلمة معمودية هي كلمة غريبة علينا حتى في اللغة العربية وناس كتير مرات ما يفهموش يعني كلمة معمودية. يعني. لو لما نرجع للغة اليونانية عشان نفهم معنى كلمة معمودية في الأصل اليوناني يعني. فكلمة معمودية معناها دفن او صبغة او تغطيس او يغمر او يصبغ دي معنى كلمه معموديه لما بنيجي بنعمد واحد في الميه لازم نغطسه جوه الميه بيغطس كله جوه الميه لو انا عايز اصبغ ملابس ينفع ارش الملابس عشان اصبغها ولا لازم اغطسها لازم اغطسها كلها لما اجي اتكلم عن معموديه الروح القدس معناها ان لازم حد يغطسني جوه الروح القدس هذا معنى يعمدكم عشان كده قلت في الحلقه اللي فاتت ان ما فيش حد من الناس ينفع يعمد بالروح القدس الا شخص المسيح لان قال هو سيعمدكم بالروح القدس لان دي حاجه بيتم اقنوم الابن بياخدني ويعمدني في الروح القدس. ارجو ان احنا نفهم خدوا بالكم معايا الكلام ده مهم قوي. في اختبار الخلاص في اختبار الخلاص لما بطلب انا المسيح عشان يخلصني وزي ما اتكلمنا في حلقات سابقه اللي فاتت ان الولاده من الماء والروح قلنا الماء هي كلمه الله والروح القدس هو روح الله فلما بقبل كلمه الرب وبقول للرب تعالى ادخل جوه قلبي انا اختم بالروح القدس اذ امنتم ختمتم بالروح القدس واتكلمنا يعني خاتم الروح القدس قبل كده يبقى هنا الروح القدس بقي ساكن جوايا يبقى المعنى الاول في الايمان الروح القدس ساكن جوايا لكن المعموديه الروح القدس تختلف عن ان الروح القدس ساكن جوايا المعموديه بيحصل العكس انا اللي بسكن جوا الروح القدس أنا اللي بغطس جوه الروح القدس، مم. أنا اللي بتسبغ بصبغة الروح القدس. واصلة الفكرة هنا؟ مم. يبقى معمودية المية سهل حد يعملها معايا لأن سهل إن أي خادم ياخدني ويعمدني باسم الأب والابن والروح القدس. مم. لكن مين يعرف يعمدني للروح القدس ويغطسني جوه مم. الروح القدس، ويدفني جوه الروح القدس، ويصبغني جوه الروح القدس؟ المسيح. مم. عشان كده ده معنى معمودية الروح القدس عشان كده الرب نفسه أوصى تلاميذه قال لهم لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي مم. خدوا بالكم لما الرب يسوع المسيح في يوحنا عشرين أمن الموت ودخلوا الأبواب المغلقة نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا, أقبلوا الروح, الروح القدس مم. وده هنا نفخة الخلاص نفخة الولادة الثانية نفخة الحياة الجديدة لكن في يوم الخمسين كان نقلة تاني اختبار مم. تاني ايه الاختبار التاني ده الاختبار التاني ان الرب يسوع سيأخذهم ويعمدهم يغطسهم جوه الروح القدس مم. ولما جه الروح القدس خدوا بالك قال كلام مهم قوي لكنكم ستنالون قوة. قوة. يبقى لما انا بتعمد في الروح القدس ايه اللي بيحصل؟ باخد قوه غير القوه الطبيعيه، مش قوه بدنيه، مش قوه جسديه، مش قوه اي قوه خالص، لكنها قوه روح الله القدوس. القوه دي عملت نقله جوه التلاميذ. لو سالت سؤال يوم الخمسين لما حضر يوم الخمسين في اعمال اثنين يا ترى كم شخص كانوا مقيمين منتظرين موعد الروح القدس؟ تعرفي كم؟ 120 اهو ومن ضمن ال 120 اللي كانوا موجودين دول كانت القديسه في ايوه كانت في العليه القديسه العظيمه المطوبه العذراء مريم ام يسوع يقول عنه ان وان ام يسوع كانت معهم مم. لو لم يكن الامر ذات اهميه لماذا اجتمعوا ال 120 منتظرين موعد الاب مستنيينه مفتنين ان الوعد ده يتم معاهم مصلين يبقى قاعدين ايه؟ مصلين قاعدين متحدين نلاحظ لو انا عايز اتمتع بالاختبار ده يبقى لازم ابدا حياه الصلاه وانتظر بعد الايمان يا رب انا عايز الاختبار ده على حياتي الكنيسه كانت تصلي وكان الجميع معا بنفس واحده يعني كلهم متحدين في الفكر متحدين في الطلبة متحدين متمسكين بوعد الرب يسوع المسيح اللي وعدهم 120 كل يوم بيصلوا عايزين ايه كل يوم يعني ما يعني يوم النهارده عاوز يصلوا عايزين يتعمد بروح القدس طب ما تغيروا بكره قال لا لسه ما خدناش هنصلي بكره برضه لاجل معموديه الروح القدس طيب ثلاث ايام بتصلوا من اجل معموديه الروح القدس وشغالين صلاه دول كانوا مقيمين مع بعض 24 ساعه ما كانوش بياكلوا مع بعض بيشربوا مع بعض قايمين صحيح الكنيسه الاولى يعني مظبوط فقاعدين منتظرين الموعد ده مم. ولان الموعد ده ذات اهميه فمكثوا منتظرين مم. نتيجه انتظارهم نتيجه وحدتهم نتيجه صلاتهم بعد تسعه ايام واليوم العاشر اللي هو يوم الخمسين ويمكن عزيز المشاهد تفتكر لما تكلمنا عن يوم الخمسين طلع ايه في العهد القديم رمزه تم في العهد الجديد في أعمال اثنين أن الروح القدس قد أتى عليهم ليملأهم بالروح القدس عشان كده استمروا منتظرين موعد الآب هو المسيح قال لهم كده انتظروا موعد الآب ده حقيقة هم أطاعوا هل أنا مطيع للوصية؟ هل أنا بطالب بمعيد الله؟ ما مرات الله الله عنده مواعيد كتير بيقولها لنا بس مرات بناخد من المواعيد وما باهميه وبجديه فالنتيجه ما بنقبلش انا عايز مستمع العزيز الكريم قول ورايا كلمه جديه ممكن تكررها ورايا جديه انا هاخد الامر بجديه واروح للرب وهصلي وهقول له انا منتظر يا رب هذا الموعد مرات لما اتكلم عن معموديه الروح القدس معموديه الروح القدس دي ليها عده اسماء ومرادفات في الكتاب المقدس لازم نعرفها لانه مرات يخلط عن يعني على الناس ان معموديه الروح القدس هو ده الاسم الوحيد ليها هل ده هو الاسم الوحيد ليها ولا ليها عده اسماء نحب نعرف يعني. لا ليها عده اسماء مثلا نمره واحد اللي اتكلمنا عنه مع الروح القدس زي ما ذكر يوحنا المعمدان وزي ما ذكر الرب يسوع المسيح يوحنا عمد بماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس تذكرت كلام الرب يسوع اللي قاله كما قال يوحنا واما انتم فستتعمدون بالروح القدس يبقى ده اول اسم الاسم الثاني موعد الاب الكلام ده موجود في اعمال واحد عدد اربعه وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل يعملوا ايه بقى ينتظروا موعد المتضل. الاب يبقى موعد الاب ايه المقصود بيه معموديه الروح القدس, القدس يبقى لما يقولي موعد الاب يبقى بيعني بيه معموديه الروح القدس يجي بمعنى كمان حلول الروح القدس مم. دي كلها مترادفات يعني كلها اسماء لهذا لهذا الحدث اه واحد تمانية يقول لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم يعني بينفع نقول أنه حلول الروح القدس نعم في فأعمال 8-16 يقول لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم مم. تكلم مم. على أهل السامرة مم. لأن في لبس راح بشر السامرة بكلمة الرب <applause> والناس خلصت وامنوا واعتمدوا معموديه الميه لكن <applause> لم يكن الروح القدس قد حل عليهم يبقى بيقصد ايه بكلمه حل هنا اللي هو معموديه الروح القدس في <applause> اعمال أربعة واربعين لما بطرس راح بيت كيرنيليوس <applause> وبينما يتكلم بطرس لما ابتدى يتكلم بطرس يقول حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البدايه يعني زي ما حل الروح القدس على بطرس وعلى الرسل ال 120 مجتمعين حل الروح القدس على مين كمان على بيت كيرنيليوس بيقصد ايه كلمه حل الروح القدس يبقى هو موعد الاب يبقى هو حلول للروح القدس يعني ايضا اختبار معموديه الروح القدس انسكاب الروح القدس وده عنوان برنامجنا سكيب الروح طيب نجيب الكلام ده منين من وعظه الرسول بطرس <applause> فأعمال الرسل أصح اتنين لما الناس ظنوا أنهم سكارى وقف بطرس وقال إيه يقول الله بيقول يا بطرس ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر فتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى بيقول أسكب من روحي يقصد إيه بطرس لما بيقول في يوم الخمسين لما حضر يوم الخمسين وامتلأ الجميع من الروح القدس اللي هو المعمودية اللي هو موعد الآب اللي هو حلول الروح القدس اللي هو انسكاب الروح القدس يقصد به كمان مرات يقال انه عطية الروح القدس دي كلها مسميات الاختبار واحد <applause> لان معمودية الروح القدس هي عطيه من الروح القدس <applause> معمودية الروح القدس هو حلول الروح القدس <applause> علينا معمودية الروح القدس هو الوعد اللي و... وعده المسيح ليهم طيب <applause> نقرا الكلام ده في اعمال 2 38 لما الناس سمعوا وعظه بطرس ونخسوا في قلوبهم وراحوا <applause> سائلين بطرس الرسل ماذا نصنع <applause> ايها الرجال الاخوه قال <applause> لهم يا بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا بجد نمره واحد توبه نمره اثنين معموديه الميه نمره ثلاثه فتقبلوا عطيه الروح القدس يبقى ايه اللي يقصد بعطيه الروح القدس هنا يقصده المعموديه اخر حاجه اقولها لك في اسماء معموديه الروح القدس اسمها موهبه الله طب نجيب الكلام ده منين من اعمال مم. الرسل اصح ثمانية عدد 20 فقال له بطرس مم. لتكن فضتك معك للهلاك بيقول لسيمون لانك ظننت ان تقتني موهبه الله بدراهم مم. يقول في أعمال عشرة خمسة واربعين لما حل الروح القدس على بيت كرنيليوس يقول فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان يعني المؤمنين اليهود اللي راحوا مع بطرس بيت كرنيليوس لأنه قاعدين حاضرين الاجتماع وبطرس واقف يشرح لهم موضوع موت ودفن وخيامة الرب يسوع المسيح ومحبة الله اللي ظهرت في المسيح فالمفروض مستنين يعني فجأة لقيوا أن الروح القدس حل عليهم بينما كان بطرس يتكلم عملوا ايه؟ لان موهبه الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا. يبقى من هنا نلاقي معموديه الروح القدس بينفع نقول عنها موعد الاب، بينفع نقول عنها حلول الروح القدس، بينفع نقول عنها انسكاب الروح بس القدس،, القدس، بينفع نقول عنها ان عطيه الله او موهبه الله او موهبه الروح القدس. رائع جدا يا حضره القسيس قد ايه احنا فهمنا اعزائي آه المشاهدين كمان فهمنا اماكن كتيره أوي مكتوب فيها معموديه الروح القدس في الحلقه في نص الحلقه الاولاني كمان فهمنا معنى المعموديه ايه كمان النهارده كمان فهمنا اسماء كثيرة قوي قوي للمعموديه ساعات احنا بنفتكرها كلها كل حاجه مختلفه لكن كل الاسماء اللي ذكرها حضره القسيس كلها ليها معنى واحد هي معموديه الروح القدس اعزائي المشاهدين نحب نسمع اسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم من فضلكم تابعونا في الحلقات الجايه